والله كتير قوي ان الاغاني ممكن تفيد النقطه جدا. الموضوع بيبقى فن اغنيه بتسمعها وتتكرر ولا اكتر ولا اقل. كنت شرحت قبل كده اغنيتين فصلناهم وعجبوا الناس. النهارده معانا اغنيه ثالثه اسمها I feel better when I'm dancing. الاغنيه ديت انا اخترتها لسبب واحد بس، دي من الاغاني اللي تعلمك American accent وتعود ودانك حتى على انك تسمع اللهجه الامريكيه، لان فيها كميه سلاب تي كتير. واللي لسه مش عارف السلاب تي ممكن يرجع للفيديوهات اللي عندي على الصفحه اللي كنت بتكلم فيها على السلاب تي. والسلاب تي تاني سريعا كده هي انك تنطق الدي، تنطق التي في الامريكان انجلش دي خفيفه لما بتيجي between two vowel sounds ما بين صوتين متحركين. لها استثناءات بقى، اللي عاوز يعرف التفاصيل يتفرج على الفيديوز بتاعتي زي كلمه better. اوكي، من غير ما اطول عليكم تعالوا نسمع الاغنيه مع بعض ونحاول نفصل الحتت اللي فيها. ونصيحه بعد ما تخلص الاغنيه وبعد ما تاخد مني الترجمه وتاخد مني الاسرار ديت، كرر الاغنيه مع نفسك كذا مره هتلاقي لسانك اتشقلب 180 درجه. يلا بينا. Don't think about it, just move your body. 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 طبعا اتفقنا قلنا ما فيش حاجه اسمها don't ولا isn't ولا doesn't. بلاش تنطق التي لما يبقى جايه قبلها ان، فاقول doesn't isn't don't زي ما هي قالت don't think about it. خدتوا بالكم بقى التي؟ كل الموضوع ان التي في الحته ديت جايه ما بين two vowel sounds، يعني ما بين حرفين متحركين، فهي عملتها دي خفيفه فقالت about it. Don't think about it. Just move your body. تاني حتة just، مش لازم نقول just في الانجليش عموما. ال ST دايما T بتبقى ضعيفة أو بتتقال just move your body. دي كمان لما تبقى جاية في وسط الكلام بتبقى flap دي، يعني دي خفيفة برضه كده، ما بنقولش body ولا body، بنقول body. Listen to the listen to the music, sing away. Oh, دي ما فيهاش حاجة. اوكي، اسمع المزيكا وقول just move those left feet. Just move those left feet. Just move those left feet. Just، تمام، مش just. التي لما بتبقى جاية بعدها حرف ثابت في الانجلش بتبقى اسمها stop T في الكلمة اللي بعدها. يعني التي ما بنطلعش هوا كتير، ما بقولش lift وبعدين feet، بقول lift feet. Lift feet. المهم اتنين رجل الشمال ده idiom في الانجليش، معناها واحد ما بيعرفش يرقص فبيقول لك حرك الاتنين رجليك للشمال دول. Go ahead get crazy. Go ahead get crazy. Go ahead get crazy. Get crazy. خدتوا بالكم انت هنا ما تنطقش ازاي get crazy؟ يعني اتجنن، سيب نفسك. Get crazy. Get crazy. يعني برضه التي في الاخر ما بتتنطقش بالذات لو الكلمة جاية بعدها حرف ثابت. Anyone can do it. Sing oh yeah. Anyone can do it. اي حد يقدر يعمل كده، اي حد يقدر يرقص ويتنطط على المزيكا. وفي بقى ربط في الكلام كنا اتكلمت عليه في فيديو تانية، لما يبقى عندنا، لما يبقى الكلمه الاولانيه او الكلمه الاولانيه بتنتهي بفاول مضموم زي الاو او اليو او او او، والكلمه اللي بعدها بتبتدي بفاول ساعتها نربطهم بالدبليو فنقول دو ات. دو ات، ما تقولش دو ات. دو ات. Do it. فاكرين لما كنت بقول لكم ما تقولش you and me، قول you and. قول you and. Show the world you got that fire. Show the world you got that fire. Show the world you got the fire. وللعالم ان انت معاك فيك نار وشعلة حماس كده. كلمة world دي common mistakes في مصر، احنا بنقول world. World. Show that world. Show that world. Feel the rhythm getting louder. Feel the rhythm getting louder. Feel. ومحدش يقول لي feel. Feel. Okay. The rhythm. Feel. اللي في الاخر كده بتبقى ال، تحس انها غليظه في الانجلش. بعد الفاولز. School. Fall. Fail. That. The TH مش زد. That rhythm. Get it. ادي فلاب تي تانية اهي. خدتوا بالكم؟ Get it. Louder. Feel the rhythm. حس بالإيقاع وهو بيعلى. Feel the rhythm getting louder. ومش لازم ننطق الجي، بلاش تقولوا لي getting، يعني اعملوا فلابتي getting وبلاش ننطق الجي. Show the world what you can do. Prove to them you
shoulder room what you can do. خدوا بالكم بقى shoulder room يعني ورا الأوضة اللي فيها. What you can do يعني تقدر تعمل ايه. واحد يقول لي what you التي في الانجليش لو جاء في اخر كلمة والكلمة اللي بعدها بتبتدي بواي عشان فكروها عشان تيجي في الاغنية تاني خدوا بالكم. فبنقول ممكن نقول بدل ما نقول what you نقول what you. Okay shoulder room what you can do. Prove to them you got the moves. اللي بعدها prove to them يعني اثبت لهم اثبت للناس اللي في الأوضة. Okay you got the moves. Got في الانجليش بتبقى بمعنى have يعني ممكن نقول I have a car or I got a car. ف prove to them اثبت لهم you got the moves اثبت لهم ان انت عندك الحركات. تفتكروا في الامريكان انجلش ما بقولش got ونوت لو بتتفتح لما تبقى جايه ما بين two consonants got not a lot. I don't know about you ما قالتش I don't have. ادي تاني لان مع التي القاعد بتكرر نفسها لو انت متابع السلسله بتاعتي. I don't know about you. خمسة قواعد زي ما تطلق النقطة والله مش لازم تعرف كل حاجة. I feel better مش لازم I feel better ادي فلاب تاني هي. When I'm dancing تاني يبقى جدا dancing. We can do this together. We can. في الامريكان الانجليزي او في البريتش حتى can اللي احنا بنستريس عليها دي لو عايز تقولها بسرعه بتتقلب لكي اي ان. We can بدل ما تقول I can بنقول ايه. I can meet you today. That's all. انا شرحت لكم اول جزء مش هقدر اشرح الاغنيه كلها طبعا في 5 minutes. افتكر ان الفرق ما بيني وما بين غيري ان انا بشرح لك الصوتيات والاسرار وليه المغني نطق الحته دي كده عشان انت تتدرب على البرونسيشن وتحاول تظبط النطق. Bye.